مرحبا احبابي، كيفكن؟ ان شاء الله اليوم وكل يوم تكونوا بخير وعافية يا رب. اليوم بدنا نعمل طريقة تحضير بسكوت جدا سهل وسريع وبدون ما ياخد وقت معنا بالتخمير. بسكوت روعة وبدون طابع بهيدا الشكل، هش وكتير كتير طيب، بفت فت كتير روعة، وفينا نعمل عدة اشكال بهيدا الشكل وبهيدا الشكل، وفينا حجم صغير نعملهن وحجم كبير، انتو حسب ما بتحبوا. طريقة كتير سهلة وبسيطة وبمكونات موجودة بكل بيت. لنبلش الطريقة مع بعض بسم الله. اول شي عنا 3 معالق طعام زبدة، بستعمل كمان كوب ونص طحين، ربع ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، نص ملعقة صغيرة فانيلا، بيضة، نص كوب سكر بودرة. حط الزبدة، الملح، بخلطهم منيح مع بعض. حط البيكنج باودر الفانيلا، سكر، منضيف البيضة، بس خلطناهم هلا بحط طحين كوب ونص طحين، حطينا كوب ونص طحين، كمان برجع بعجنهم. صار عنا العجينة متماسكة، خلصنا من العجن. بدنا نحط العجينة بكيس الكريمة عشان نشكلها أنا وياكم. بسكوت عن جد كتير كتير رائع وطيب وهش، وكتير بحبوه الصغار والكبار. بهيدا الشكل نبعدهم شوي عن بعض عشان مثل ما منعرف البسكوت بيفلش شوي بس نخبزه بمد شوي. رح نشكلها بطريقة كتير كتير سهلة وبسيطة وبدون قالب بهيدا الشكل. منحط نعمل بالملعقة بهيدي الطريقة. ممكن البسكوتي انتو تتحكموا بحجمها، كبروها ام تزغروها حسب ما انتو ترغبوا حجم البسكوتي يكون. بغط العصارة بطحين عشان ما تلزق، نفس الشيء. شايفين طريقة كتير سهلة وبسيطة. كمان وفينا نعمل بالعصارة اللي معودين عليها عطول بنستعملها، منغطى بطحين. شفتوا كيف؟ نفس الشيء، هيدي أفضل. بنغط بطحين وبنعملها بهيدي الطريقة. في
فينا نشكل بالشوكي. شايفين كيف؟ هلا بدنا نحط بقلبهم شوكولا. هيدول بحط بقلبهم شوكولا نوتيلا. عندنا هون كيس طبيعي حطيت فيه نوتيلا، بعملهم بهيدي الطريقة وبحشي. طريقة جدا بسيطة. وإذا حبيتوا أنتوا فيكم تحشوا مربى، يعني الحشو حسب ما أنتوا بتحبوا. هولي بعد ما حشيتهم شوكولا هلا بحطهم بفرن حامي على درجة 200 من الأعلى والأسفل. كنت عملتهم أنا وياكم، أخذوا بالفرن 7 دقايق. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.